انا لميت كل لوحاتك وحرقتها، يعني خلال كام سنه هتتنسي؟ مش هتعرف تضحك على الناس يا سليمان، هيجي يوم واحد هيفضحك. موت يا حمار. نسيمة مش هتصدقك يا سليمان، نسيمة مش هتصدقك، نسيمة مش هتصدقك. اثبت يا نادر عشان حالة مجلس غلط في رقبتك. نادر ده أولهم نسيمة. نادر ده لو كان عاش كان صمم دماغ ناس كتير قوي. عارف الفرق بيني وبينك ايه يا فريدة؟ ان انت بتنظري، لكن انا بفهم في الناس كويس. في شوية بني آدمين لازم يختفوا عشان المركب توصل لبر الأمان. نادر ده واحد منهم. أنا ما قلتش نسيمة يا فريدة. نسيمة هي اللي أذت نفسها. على العموم أنا آسف، أنا عملت كل ده عشان أحميكي. طمني يا فريدة، أنت خلاص مش هتشوفيني تاني. سليمان بيه، سليمان بيه، مالك يا سليمان بيه؟ سليمان بيه، سليمان بيه. الو، اهلا عماد بيه. اهلا استاذ شريف. يا ترى في اي اخبار جديده؟ احنا وزعنا نشرب اوصاف الدكتوره فريد على كل الاحسان، يعني مستنين. يا فندم، سليمان عبد الدايم اكيد عارف هي فين. اه طبعا، وارد جدا. على العموم انا جات لي اخبار انه اتنقل على مستشفى 6 اكتوبر دلوقتي. أول ما حالته تتحسن هستجوبه بنفسي. تقلقش، تقلقش يا شريف. شكرا. سليمان عبد الدايم، من فضلك أوضة كام؟ غرفة 504 الدور الخامس يا فندم، اتفضل. شكرا. ألو
دكتور من فضلك ممكن تشرح لي حالة فيها ايه بالظبط؟ للأسف الحالة متأخرة قوي، الورم انتشر في كل الجسم، لو سمحتم محدش يدخله خالص. فريدة فين؟ انت فريدة فين؟ لو ما اتكلمتش هموتك. ده منظر واحد خايف من الموت، الموت جاي جاي يا شريف. انا لو قتلتك مش هحس باي ذنب. لو عايز يقتل ابي هديتش يا شريف. وديت فريدة فين؟ سينا بتحرق على سينا، هحرق اخرك على فريدة. فين فريدة؟ يا اخي اعمل حاجة كويسة مرة في حياتك قبل ما تموت. قول لي فريدة فين؟ سليمان بيه لو مش فارقة معاك الموت مش عايز تشوف نسيمة. فين ماتت؟ كذاب، انت كذاب. سليمان بيه انت مش قريت الرواية؟ كل التفاصيل اللي فيها دي مين يعرفها غير نسيمة؟ انت فريدة فين؟ سليمان بيه انت ايه اللي جابك هنا؟ رد عليا، ايه اللي جابك هنا؟ عملت فيه ايه؟ فريدة ألف حمد لله على السلامة. خلاص ألف حمد لله على السلامة. ده إيه ده؟ رمضان لم إيه الحاجات دي؟ خش يا ابني خش. لم إيه الحاجات دي كلها؟ لم إيه الحاجات دي كلها؟ ألف حمد لله على السلامة. شفتي عفريت ولا ايه؟ نسيمة انت كويسة؟ أنا آسف على موضوع الكهرباء ده، أنا ما كنتش أعرف. أنا لما عرفت مرمطت كرامتهم الأرض كلهم. يلا هنمشي من هنا، مش ممكن أسيبك هنا بعد اللي حصل ده. هنعمل لك مفاجأة، نروح البيت. كفاية بقى الفترة اللي فاتت دي وانت معت عندي، كفاية. البيت كئيب قوي من غيرك يا نسيمة. يلا انا جايب لك هنا هدوم. ها خمس دقايق بالظبط هروح الإدارة اجيب اذن خروج واجيلك.
تغيير نبطشات الإسعاف. ما فين؟ اطلع. في اللحظة الحاسمة فاجأني شاكر أنه رتب كل شيء بعناية شديدة مع بكر. ايه يا باري، ايه الاخبار؟ احنا ربنا بيحبنا قوي. في خواجه طولياني كان شغال هنا واتنقل على لبنان، عربيته هتحصله كمان 3 ايام على المركب. ايه رايكم بقى لو المدام تستخبى في العربيه 3 ايام دول؟ وبعد 3 ايام ايه العمل؟ ولا اي حاجه، هيجي ونش يشيل العربيه ويحطها لنا على المركب، وكان الله بالسر عليه. ها قلتوا ايه؟ وانت هتعرف تخش يمين ازاي؟ لا دي بقى سيبها عليا. أنا عارف إن اللي جاي مش سهل، بس ما قدمناش حل تاني. أنا مش عارفة أشكرك إزاي. مفيش داعي للشكر، المهم تخلي بالك من نفسك. شوف وشك بخير يا نسيم. مش هوصيك يا أباري. ما تقلقش، في عناية. العربية دي رايحة فين يا أباري؟ ازيك يا أستاذ محمد؟ ازيك يا أباري؟ دي طالعة لبنان على المركب اللي مسافرة كمان كام يوم. طب افتح لي شنطة العربية. هي مش عدم المغزى ورقة سليمة. اخلص يا أباري، مفيش وقت. اطلع انت يا ابان. حبيبي استاذ محمد، حبيبي استاذ محمد برنس. تعال الشاي. قلت لها ان احنا عايزين نقابلها وقالت ايه؟ ازاي بس؟ لو سمحتي حاولي معاها مره ثانيه، احنا خلاص بقينا في نص الطريق. وقولي لها ان سليمان عبد الدايم في المستشفى وبيموت. احنا هنوصل في خلال ساعة كده. شكرا، سلام. ايه مش عايزة تقابلنا؟ لا مش عايزة. طب ليه يا شريف؟ لانها انسانة انطوائية وقافلة على نفسها وما بقتش تثق في حد. اخر مرة قابلتها قالت لي دي اول واخر مرة ومفيش لا تسجيل ولا تصوير. ايوه انا فاكره، انت ساعتها قلت لي انك انت قابلتها بس ما قلتليش اي تفاصيل خالص. وعمري ما قلت على مكانها علشان دي كلمه وعدتها بيها. طب تفتكر ممكن ترضى تقابلنا؟ ما اعرفش. ذكرتني ظلمه السياره بعتمه المصحه النفسيه.
ثلاثة أيام مروا علي كأنهم ثلاثة عقود. كنت خائفة ووحيدة، رأيت حياتي تمر أمام عيناي، وكأن هاتفا يحثني أن أعيد التفكير فيها من البداية. كانت داير مجتمعا جديدا علي، مختلفا عما ألفته. كنت دوما أتساءل، ألا يفرحون أو يحتفلون؟ حتى عشت وسطهم وفهمت، لقد هجروا الدنيا فنالوا الرضا وحظوا بالسعادة. فجأة وجدت نفسي أتغير، لا أريد العودة لحياتي القديمة. وفقدت الإنسانية كلها. رجلا من أغنى الرجال، رجلا من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال والرئيس جمال الذي جاز بأمثاله الكثير دعم الباب والرب. للأسف ما عرفناش نطلب بصمتها، الملح جلجل صوابعها، غرقانة تقريبا بقالها يومين. معلش سيبوني لوحدي كل شوية.
سليمان بيه. سليمان عبد الدايم ينعي بمزيد من الحزن والأسى وفاة فقيدته الغالية المرحومة نسيمة سوفلين المنتقلة إلى رحمة التعالى يوم الجمعة موافق 3 ديسمبر 1971. بقى نسيمة سوفليان بتحب الرقص والضحك والتنطيط تنتحر. هو اللي وصلها لكده. من ساعة ما سليمان دخل بيت نسيمة ما شفناش يوم عدل. بقى في حياتك يا سليمان؟ ربنا يعزيكم. شكرا يوسف. يوسف بيت نسيمة افتح لك دايما يا يوسف. ربنا يعزيكم. شريف زي حضرتك؟ لا حضرتك الحمد لله. انا شفتها قبل كده في المستشفى مريم، بس ساعتها قالت لي ان هي اسمها دعاء. ماشيها مريم؟ ايه الاخبار؟ هي بتصلي جوه. انا بصراحه قلت لها بس هي رفضت. طب ممكن بس تقول لها ان انا مستني بره؟ بتصلي يا استاذ شريف. انا مش عاوز اقطع صلاتها بس الموضوع مهم جدا، لو سمحتي حاولي معاها مره تانية. حاضر. شكرا.
استاذ شريف بره وعايز يقابل حضرتك. ايه الاخبار؟ طب قلت لها على سليمان عبد التايم؟ ايوه، وقالت لي ادي لحضرتك النوتة دي. مريم، كنت عايزه اسالك، انت جبتي مفتاح شقه نسيمه ازاي؟ الحقيقه لما عرفت حكايه مدام نسيمه، عشان اتاكد بنفسي سافرت القاهره ورحت عماره الزمالك ودخلت اوضه البواب واخدت المفتاح. كنت هدخل بس خفت. عموما متشكره، شكرا. ازيك يا شريف؟ ازيك يا سلاف؟ الشريط ده لقيناه ضمن الشرايط اللي كانت في مزرعة سليمان عبد الدايم، وانا طلبت من الضابط عماد انه يديهولي بطريقة ودية علشان مش هيفيدهم بحاجة، وانا شايف انك اولى بيه. متشكرة يا شريف. قبل ما تمشي في حاجة عايزة أقولها لك. زمان وأنا صغيرة كان عندي 4-5 سنين، صحيت في الليلة على صوت زعيق في البيت، ما لقيتش ماما في الأوضة فخرجت أدور عليها، لقيتها بتترجى واحد كان بيهددها. فتحت الباب وشفته. مين؟ سليمان عبد الدايم. لما ماما شافتني جريت عليا وخدتني في حضنها وقعدت تعيط. ردوا عليها كان: اوعي تفتكري ان بنتك الصغيره دي هترحمك مني. بعدها بكام يوم رجعت البيت لقيته مقلوب والبوليس موجود. بس امي ما كانتش موجوده. قعدت كتير قوي كل يوم استنى جنب الشباك عشان ترجع وهي ما كانتش بترجع. لكن وش سليمان عبد الدايم فضل محفور في دماغي. أنا بجد متشكرة أوي. وأنا متشكر على اللي عملتي معايا. عن إذنك. سلافة يا حبيبتي. ماما، أنا عارفة إنك لسه صغيرة على الكلام اللي هقوله لك، بس عايزاكي تركزي فيه كويس. أي حد هيقول لك حاجة وحشة على ماما ما تصدقيهوش. لو حد قال لك إن ماما سافرت وسابتك علشان ما بتحبكيش، اعرفي إنه كذاب، علشان إنتي أحلى حاجة حصلت في حياة ماما. أنا لو سافرت وبعدت عني، أعرفي إني عملت كده غصب عني. عايزاكي تاخدي بالك من نفسك وتذاكري وتبقي أحسن واحدة في الدنيا، وهو حد يجبرك تعملي حاجة أنتي مش عايزاها. لما تكبري هتعرفي الحقيقة، هتعرفي إننا عايشين صغيرة، فلازم تبقي جامدة. لو رجعتي يوم وما لقيتنيش في البيت، اعرفي ان كل ده حصل غصب عني. انتي اغلى حاجه في حياتي يا سلافه.
سيتساءلوا البعض لما لم أحاول أن أثبت للعالم أني على قيد الحياة. لقد حاولت بالفعل، ولكني وقفت عاجزة أمام شهادة وفاتي الرسمية. وبالرغم من ذلك فقد أعلنت وفاة نسيمة وما ولد نسيمة أخرى. إيه؟ عجبك؟ حلو قوي بجد؟ بس بصراحة نسيمة صعبانة عليا. تفتكر التاريخ ممكن يعيد نفسه؟ شوف انت بقى. وحشتيني. Thank you.